ليس الكيس من ترك الدنيا للآخرة أو الآخرة للدنيا، وإنما الكيس الذي جعل الدنيا مزرعة للآخرة. ماشي نطور اللي هجر الدنيا ومشى تفرغ للآخرة، ولا اللي غفع للآخرة وبقى غارق في الدنيا، هادو بجوج ما مطورينش. شكون مطور؟ قال لك راسه سلامة هو اللي تيجعل الدنيا مزرعة للآخرة. داكشي علاش قال الإمام علي كرم الله وجهه، وهذا كلام تيتنسب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن صحيح، الإمام علي: عيش في دنياك كأنك تعيش أبدا، واجعل لآخرتك كأنك تموت غدا. في الدنيا كأنك غادي تعيش دائما، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن فتيلة قامت الساعة وفي أحد يدكم يد أحدكم فتيلة فإن لم يجد إلا أن يغرسها فليغرسها. غتكون الساعة وما بقى حتى واحد اللي غادي ياكل شي حاجة، وراه ما ذلك خصك تخدم كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هكا تخص نقول الدنيا مزرعة للآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. ونعطيو مثال لأن بالمثال يتضح المقال، كيفاش نقربوا هذا الشيء هذا نعيشوا هنايا ونوجدوا ليها. أولا نصحوا بحال شي وحدين تيشدوا مفاهيم خاطئة، واحد مشى قال له واحد عالم أنا بطلقت الدنيا صافي ما عندي ما ندير بها، العالم تنصح ليه قال لي وتزوجها بعدا عاد تطلقها، واش شي واحد تيطلق شي وحدة ماشي ديالو فينا يعرف علاش الدنيا كاينة؟ شكون اللي تيقول تطلق؟ هي عنده، عنده قصور، عنده فلوس، عنده دنيا، عنده سميتو سيارات، عنده كذا كذا، عاد تيقول انا طلقت. يا ما عندوش وتيقول انا طلقت بحال شي واحد ما عنده حتى غرا قال لك انا طلقت، هذا تيضحك على راسو، لان الزهد هو عدم الرغبه في الشيء المرغوب فيه الحلال الذي يكون في المتناول. المثال المحسوس، شي بلاد في زمان من الازمنه تيقولوا اللي بغى يحكم فيها ملك تعطيه 5 سنين، ومن بعد ذلك تنصيفطوا لواحد الغابه، هذيك الغابه فيها الوحوش ياكلوه، والناس ما بقاوش يقبلوا باش يكون ملك ديال ديك البلاد. وجا واحد الشاب فطيب كيس على كذا، هو كيس، فقال لهم انا كل ملك. قال لي دير العواقب راه نضر ليها، راه 50 غادي تدوز شي مره، راه شحال من واحد دوز هاد الشهاده ومشى بعد ذلك راه مشى ولا في وسط الامعاء ديال الحيوانات. قال لي لا انا عارف هاد الشهاده وانا قبل. فاول ما ولا ملك شد الجنود اللي عنده ومشاو لهذيك الغابه اللي فيها الوحوش، وبدا تيمشي يقد فيها، تيبني القصور، تيقتل دوك الوحوش، تيقد الامور، وعايش في هذيك البلاد اللي هو في القصر. فما جا الحق الاجال حتى شدوه وقال له دابا ها هي 5 سنين داز ويلا غادي فرحان، ما حزينش. قالوا لي كيفاش انت غادي للغابه وفرحان؟ قال لي ما انتم غادي تشوفوا، فحيت لحقوا ديك الغابه صابوها افضل من هذاك الشيء اللي هما عايشين فيه، ومن بعد ذلك قال لي حنا بغينا نعيشوا معاك وانت تكون الملك ديالنا دائما. هكذا ماشي ذلك الاسلام دابا اللمس ديالش الدنيا، كلوا واشربوا والبسوا وتمتعوا من غير مخيلة ولا صرف، فان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبده. هذا هو المطور، المطور هو اللي تنتهز الفرص. جاب لك الله رمضان ما تضيعوش، صلي جوج ركعات بعد ركعات تبوانتي وتمشي بحالك تخرج وتسمى راك صليتي التراويح، هو تبقى مع الامام حتى يقول السلام عليكم. على ما الامام هو ما جاهد ما عندوش عرق ما سميتو حتى هو صحيح اكثر منك؟ لا. فلهذا حين تقول انا مطور هو تيخصك تبقى حتى تدوز هاد الفرص، ما تتعاودش. إذا صليتي النافلة في رمضان كأنك صليتي الفريضة في غير رمضان، وإذا صليتي الفريضة في رمضان بحال صليتي 70 فريضة في غير رمضان. إذا دوزتي هادشي، ها سيدي ربي عطانا الفرصة الأخيرة 10 أيام من الأخرانية عاود، ما بقى حتى شي فرصة، وفرصة 10 أيام كاينة ليلة القدر، نلتبسوها في الوتر من العشر الأواخر. هو ما نضيعوش هادشي هذا باش نكونوا فعلا مطورين، ننالوا الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.